يقول أحسن الله إليك: قد كنت نظرت إلى بعض الصور والأفلام وقد تبت إلى الله تعالى، ولكن لا أزال أجد هذه الأمور في خاطري، فكيف السبيل لمحو تلك الأمور من ذاكرتي؟ أيضا نسأل الله لأخينا هذا التوبة النصوح، وأن يخلصه الله عز وجل من هذه البقايا والرواسب لهذه المشاهدات الآثمة التي كان فترة من الزمان يشاهدها. ولعل سؤال هذا الأخ الكريم يفتح بابا مهما للتنبيه على أمر يغفل عنه أكثر من ينظر إلى تلك المناظر ويشاهد تلك المشاهد. كثير ممن ينظر إلى هذه المناظر يظن أنها نظرات تنتهي في حينها وتنقضي في وقتها، لكن ليس الأمر كذلك، بل الأمر كما ذكر السائل الكريم يبقى منها بقايا تنطبع في القلب، تنطبع في القلب، حتى إن بعض الناس يذكر عن نفسه أن بقايا من تلك المناظر تقفز إلى قلبه وهو ساجد، نعم، وهو راكع، وأحيانا وهو ماد يديه بالدعاء تقفز مناظر سيئة كان منهمكا فترة من عمره بالنظر إليها. هو لما كان ينظر يظن أنها فترة وتنتهي ولا يبقى منها شيء، لكنها تبقى، لأن الأشياء التي ينظر إليها الإنسان ببصره ويستمع إليها بسمعه تنطبع في القلب وتلتصق به، وخلاصها منه ليس بالهين، لكن لا يقال إن القلب لا يخلص منها. ولنذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء. تزكية القلب بيد الله، فعلى العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب زكاة قلبه صادقا مع الله، فيذهب الله عنه إذا صدق. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فيلجأ إلى الله، هذا الذي أوصي به هذا السائل الكريم، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا ملحا على الله أن يزكي قلبه. وزكاة القلب تعني في معناها طهارة القلب، طهارة القلب، لأن التزكية للقلب لا تكون إلا بطهارته. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن تزكية القلب تشمل هذا وهذا، تشمل هذا وهذا، تشمل عمارته بالخير وسلامته من الشرور والآفات، تشمل هذا وهذا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم أي من ما يكون من في القلب من شح وأشياء من هذا القبيل، وتزكيهم. فالتزكية تشمل هذا وهذا. فالذي أنصح به هذا السائل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا ملحا على الله بالدعاء أن يزكي قلبه، أن يزكي قلبه، وفي الوقت نفسه يأخذ بأسباب زكاة القلب. وأعظم ما يكون من ذلك العناية بالقرآن وشغل الأوقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي بالقرآن، والقرآن هو كتاب التزكية للقلوب. نعم.